اليوم جدا جدا سعيدة لأني قابلت أحد الشخصيات اللي اشتكت أن أنا أقابلها. اليوم أنا قابلت سعادة الدكتورة آمنة الضحك. أهلا وسهلا. يا حياك الله مزنة، نحن سعيدين بلقائكم واشتقنا للقياكم في أروقة تصفيات تحدي القراءة العربي، لأن الهدف منها ليس فقط الاحتفاء بالفائز في النهاية، الاحتفاء بجيل سيؤسس ويرسخ ثقافة القراءة مثل ما تمنى سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد عندما أطلق هذا التحدي، وهذا هو الهدف الأساسي من طلبة يشاركون، فريق يعمل على ذلك، أولياء أمور يدعمون أبنائهم ويشجعونهم على ذلك. سنجد أن الأمة العربية والإنسانية كلها فائزة بمشاركتهم في تحدي القراءة.